احنا عندنا هذية اللي هو يعمل الاكسترا غوبوس اللي هو يوقف تساقط الشعر ايميدياتمون بالوقت. معناها بالوقت هذية اللي عندها شوت نورمال يستعملوا مدة 45 يوم. هذا فيه لوغتي وفيه 33 بلانت، فيه برشا أعشاب أخرين اللي هما يوقفوا تساقط الشعر وينبتوا الشعر. والحريقة لبغب بلانش راهي هي تنحي تزيتة الشعرة. برشا تقول لك أنا شعري مزيت حتى الشعر فوالا تستعمل لي شامبوان كل فوالا هي لبغب بلانش تنحي تزيتة الشعرة. دونك هو ديجا اكسيلون واسمها لبغب بلانش غزر محلى اسمها ديجا. ومعها احنا عملنا سبراي معناها اللي هو اللي يستعمل هذا على شعر نظيف ويبيتوا به تنجم تخليه ساعتين وتعاود تغسل وتعمل سبراي هذا على الغسيل وهو منظار من غير ما تغسل هذا من غير ما تغسله ويتعمل 3 فوا باغ سومين. اللي عندها شوت نورمال تستعمله مدة 45 يوم. بعد 45 يوم الشعر يطلع وعندنا انا لازغ ديجا نشوفها ونقول لها قديش يزمك وقت بالضبط باش يطلع شعرك. واللي ما يطلع الشعر وعنده صلع وما يطلع الشعر نقول له مسيو راهو لا ما فماش امل. ما تعرف من قبل ما نعطيه قبل ما يشري قبل ما يحط فلوس وقبل كل شيء. هذا ديجا هو فيه 50% معناه هو 140 تاو ب 70 لي دو هذون لي دو ب 70 دونك اون بو با ديباسي اكثر من راس المال. تو برشا تقول لك الشيب ان عندي الشيب وكيفاش الشيب يتنحى فيه نحب نقول لهم يدخلوا على الباج يشوفوا بي موك التابعي تو معناها ينجموا يشوفوا اللي هو هكا تكتبوها هكا بي موك التابعي ادو تي ابي إيه؟ فوالا وتلقاوها زاد هكا الفيديو فيديو قاعدين نشوفوا فيها توا في الباج فيسبوك راديو مادا تونسي. تلقاو يشوفوا العباد اللي شعرهم اللي عندها ثعلبه بلاش شعر كومبليتمون وطلع شعر اللي عندها معناها تيمونياج نتاع العباد نتاع لي سيغ نتاع لي تاش نتاع كل شيء موجود على الباج نتاعنا. الشيب اللي معناها هذايا يتعمل كور هو هذا شنو يعمل يغيجينير لي سيلول مورت سي تان ريجينيراتور كابيلير مجدد خلايا. الشعر البيضه ترجع لونها الطبيعي ماهيش صبيغه. في قداش في يفو كونتي انا تريتمون 8 mois تستنى بعد بدنك معناها كيفاش يقبل تاكل مليح تشرب بزيد ماء. والشعر عندهم على الباج ويشوفوا العباد اللي رجع شعرهم. ثم شكون الشيب تنحلو في 6 اشهر ثم شكون الشيب تنحلو في شهر. واللي ما عنده الشيب وعنده ارض وراثيه نتاع الشيب ينجم يستعمل هذا ما يطلعلوش الشيب بالكل. بكل هذا الشيء لقاتو حل مدام لقيتو هكا على الباج تيمونياج نتاع العباد منين جايبتهم من عندي انا وانا كيفاش يقولوها ديجا انا مره واحده جيت من مهديه بالمجد امها تنحالها البراس تخلصت منه في شهر سمعت ديزاندي قلت لهم المراه موجوده في المهديه تنجم تمشيو تصوروا وتشوفوا وتسالوها. وتيمونياج هذايا معناها نتاع عباد واحد انا واحده من الناس عن صدق وناخذ برشا زاده نقول لها بطاقه التعريف وناخذ اسمها وتليفونها. كل واحدة تخزر تقول علاش قولها مادام انا راني نتبع الحرفة متاعي مش معناها نسيب معناها نعطيك البرودوي وكا هو معاش نسأل عليك لا راو انا نتبعك سورتو هذن في اللي شوت وفي الشيب في الحب زادة. ثم عندنا هذية ينحي الاكني الاكني ولا التاش هذية متاع الاكني هذا ينحي الاكني بيدي جوغ اللي تكون اكني نتاع خيس نتاع شباب نتاع لامبورت كلاكني فوالا نامبورت كلاكني. اما اللي عنده اكني ايغو نعطيه معاه دي بلانت ايمونيتير اللي هما ينظفوا من داخل مش يعاون وينحي كل شيء على خاطر هي راهو برشا حاجات دخلانين كيما نتاع لي المناعه تحكم في كل شيء فوالا المناعه تحكم في كل شيء.